بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغلول، وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول من غل يغل إذا أخفى، من غل يغل إذا أخفى الشيء، وهو يطلق في الأصل على كل خيانة، ثم تعرف على إطلاقه على الخيانة من المغانم خاصة، على أخذ شيء من المغانم التي يغنمها المسلمون من عدوهم دون أن يكون أصابه بالقسمة، فهذا يسمى غلولا. قد قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي من يخفي شيئا من الغنيمة أو يسرق شيئا من أموال المسلمين العامة أو الخاصة يكلف يوم القيامة أن يحمله ليأتي به إلى المحشر. وذلك لأن الغلول خيانة من أكثر من وجه، وهو خيانة لله عز وجل الذي حرمه وأوجب على الناس أن يأتي أحدهم بالخيط والمخيط والقليل والكثير كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو خيانة لعامة المسلمين لأنه أخذ شيء يتناولهم جميعا وكل امرئ مسلم له فيه حق. ولهذا عظم الله تبارك وتعالى أمره، وساق المصنف في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألقين أحدكم، لا ألقين بفتح الهمزة والقاف المثنات، أي من اللقيا والمقابلة يوم القيامة. وفي رواية أخرى أيضا: لا ألفين أحدكم، بضم الهمزة والفاء بدل القاف، لا ألفين أحدكم يوم القيامة، أي أجد ألفيه، أي أجد، كما قال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، أي وجدوا. والمعنى متقارب، واللام ها هنا هي لام الناهية، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو نهي عن سببه، هو نهي عن السبب، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ابتعدوا عن السبب الذي تكون نتيجته أن ألقى أحدكم يوم القيامة على هذه الحال. فالمعنى يقوم مقام قوله: لا تغلوا، لا تغلوا، بل هو أعظم من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما نبه على العقوبة والأثر كان ذلك أبلغ في الزجر والتنفير من الغلول. لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء معروف وهو صوت الشاة، على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة هو صوت الفرس إذا أراد العلف والطعام، على رقبته بعير له رغاء، على رقبته صامت، والصامت قيل هو الذهب والفضة، وقيل كل ما لا روح فيه من المال، وهذا أوجه أن يكون كل ما لا روح فيه من الحياة، فيدخل فيه الذهب والفضة وسائر العملات والأموال الصامتة التي ليست حيوانات ولا رقيق ولا نحو ذلك. على رقبته رقاع تخفق، والرقاع جمع رقعة، وهي الثياب والأقمشة ونحوها، وقوله تخفق أي يحركها الهواء يمنة ويسرة ويلعب بها فتتحرك ذات اليمين وذات الشمال. فالمعنى أن كل من غل شيئا من هذه الأنواع أو من سواها فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، هذا معنى قوله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
وهو أيضا يشبه ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. قيل المعنى طوق أن يحمله على كتفه، وقيل المعنى جعل في عنقه كالطوق، جعل في عنقه كالطوق المطوق المحيط به. وفي كل ذلك وهو يقول يا رسول الله، يعني يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أغثني أغثني، ساعدني في الخلاص من هذا الموقف الذي أنا فيه. فمع ما عرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحدب والشفقة والرحمة عليهم، ومع ما علموه من أن الله عز وجل أعطاه الشفاعة العظمى يوم القيامة وأعطاه شفاعات أخرى غيرها، هي 7 شفاعات منها الشفاعة في عصاة الموحدين، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن إغاثته ويقول لا أملك لك شيئا، لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، يعني أخبرتك بتحريم الغلول، وقرأت عليك ما أنزل الله تعالى في شأنه، وبينت لك مصير الغالين وما يكون حالهم يوم القيامة، وأيضا فوق هذا أعلمتك أني لا أستطيع أن أنفعك في موضوع هذا الذنب وأنت على تلك الحال، لا أملك لك من الله تعالى شيئا قد أبلغتك الأمر. إذن فهذا أبلغ ما يكون في زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول، هذا أبلغ ما يكون في زجر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه عن الغلول. نعم. راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو وليس بن عمر، هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الرجل الذي كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة بكسر الكاف الأولى والثانية بينهما راء، وبفتح الأولى أيضا عند بعضهم، وفي بعض الأصول بفتحهما معا كركرة أو كركرة أو كركرة كركرة، 3 أوجه في ضبط اسمه. وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي على متاعه ورحله، يتولى ذلك ويقوم بتجهيزه ورعايته. فمات الرجل في أحد المعارك، فكأن الصحابة رضي الله عنهم هنؤوه بالجنة وسروا لموته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا هو في النار. ورد في رواية: في عباءة غلها، هو في النار في عباءة غلها، يعني بسبب عباءة غلها. فذهبوا فوجدوها في رحله، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل عينا بأنه في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم هو في النار لا يعني بلا شك أنه مخلد فيها، لأنه من أهل المعاصي، من أهل المعاصي الذين نطقوا بكلمة التوحيد فتشملهم إن شاء الله تعالى رحمة أرحم الراحمين، وقد تدركهم شفاعة سيد المرسلين عليه من ربه الصلاة والتسليم، وقد يعذبون في النار حتى إذا هذبوا منها ونقوا وطهروا أخرجوا إلى الجنة. فقوله هو في النار يعني أنه
في تلك اللحظة أو في تلك الحال أو في أول أمره يكون من أهل النار، هذا هو الظاهر، فهو كحكمه صلى الله عليه وسلم على جماعة من الناس بأنهم في النار. وقد يحتمل معنى آخر أشار إليه بعضهم، أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم هو في النار يعني إن لم يغفر له، يعني إن لم يغفر الله تعالى له، أي أنه قد استحق النار وأوجب بعمله ذاك، فلو غفر الله تعالى له وعفاه لا نجاه منها. لكن الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم هو في النار أنه لا بد أن يعذب فيها ما شاء الله عز وجل، وذلك في بردة أو عباءة غلها أخذها من المغنم لم تصبها المقاسم، لم تقسم بعد، فأخذها وأخفاها. والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر والله تعالى أعلم هو الوحي، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والله تعالى أعلم هو الوحي. وفي الحديث دليل على أن الغلول من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، وكذلك الحديث الذي قبله، وقد أجمع على ذلك أهل العلم على أن الغلول من الكبائر. وكذلك اختلف أهل العلم في ماذا يصنع الغال إذا تاب إلى الله عز وجل، فأما إن كانت توبته قبل أن تقسم المغانم فلا خلاف بينهم أنه يجب أن يرد ما غل إلى الغنيمة، يرجعه ويعيده إليها، هذا إن كان قبل القسمة قبل أن تصيبها المقاسم. فإن كان بعد القسمة فمنهم من قال يرده أيضا، ومنهم من قال يرده إلى بيت المال، وهذا قول الشافعي وهو وجيه، ومنهم من قال يأخذ نصيبه منه ثم يأخذ الخمس ويدفعه إلى الإمام ثم يتصدق بالباقي، وهذا مذهب الإمام أحمد والليث بن سعد ومالك والأوزاعي والنووي وغيرهم، أنه يأخذ الخمس منه فيدفعه إلى بيت المال ثم يتصدق بالباقي. والأولى أن يقال إنه على كل حال لا يجوز له أن يأخذ شيئا منه، لا يأخذ شيئا من هذا، لأنه مال أخذه من غير وجهه ولم يعطى إياه بحق، فأخذه شيئا من هذا المال بحجة أن له فيه نصيب هو غير سديد، لأن الذي يعطي في الأصل هو الإمام أو زعيم الجيش أو السرية. وفي الحديث الإشارة إلى قليل الغلول وأنه حرام ككثيره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤدي الإنسان الخيط والمخيط، حتى جاء رجل وقال يا رسول الله خذ عملك لا حاجة لي به، فقال نعم إني أقوله الآن، يعني ولو قضيبا من أراك، ولو خيطا أو مخيطا أو شيئا يسيرا غله الإنسان فإنه يأتي به يوم القيامة ويعذب به، لأنه يدخل تحت قوله ومن يغلل. نعم لا ما يدخل، هذا أعطيه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتل قتيلا أخذ سلم، لكن الكلام فيما سوى ذلك. نعم لا ما يفرق بين القليل والكثير، ما يفرق بالنسبة للمغانم، ما يفرق بين القليل والكثير، لكن هذا يأتي في مسألة الأكل من الغنيمة ولعله يمر شيء منها إن شاء الله. كل أخذ من المال العام، كل أخذ من المال العام بغير حقه فهو يدخل في باب الغلول، إما دخولا أوليا أو يدخل على سبيل القياس على الغلول، سواء كان نهبا من بيت المال بغير حق واستئثارا بالأموال والفيء والمنافع العامة والدور والأراضي والمكاسب والمصالح،
أو كان أخذا للإنسان لمال دون أن يدفع ما يقابله، أو سرقة من بيت المال، أو أي صورة من الصور التي يكون فيها أخذ من المال العام بلا عمل يقابله. نعم. نعم، هذا ابن جعفر هو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب، وهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان المعروف، وهم يتذكرون أمورا حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن الزبير لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ ثلاثتهم تلقوه عليه الصلاة والسلام وقد قدم من غزوة، ويمكن أن يكون ذلك في فتح مكة. فقال: نعم، فحملنا وتركك، أي أنه صلى الله عليه وسلم حمل عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس معه على الراحلة، وترك ابن الزبير. وما تركه صلى الله عليه وسلم لابن الزبير لنقيصة فيه، لكن ربما لأن الراحلة لم يكن يمكن معها أن يحمل الثلاثة كلهم أجمعين، فاقتصر على أولاهم عنده بالحمل وترك ابن الزبير. وفي رواية عند مسلم: انقلب الأمر فصار هذا من كلام ابن الزبير لعبد الله بن جعفر، وهو وهم من راوي، فإن الصحيح ما في صحيح البخاري. وفي الحديث أيضا جواز إرداف الاثنين والثلاثة على الدابة إذا لم يكن في ذلك ظلم وإثقال عليها. وفيه كما أشار المصنف استقبال الغزاة، ومثله المهاجرون، استقبال المهاجرين، ومثلهم أيضا القادمون من السفر، فإن استقبال هؤلاء كلهم مما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أياما عديدة وهم ينتظرونه في حديثة الهجرة إلا دليل على ذلك. نعم. نعم، أن عكس الأمر، أنه صار الكلام من ابن جعفر لابن الزبير. قوله رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نستقبله. وثنية الوداع ثنية معروفة جهة تبوك، كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وبعضهم ظنوا أنها جهة مكة، وأنهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم عندها في حادثة الهجرة، أخذا من الأبيات المشهورة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. والمشهور أنها ليست جهة مكة، وإنما سميت ثنيات الوداع، وهي جمع ثنية، لأنهم يودعون ويستقبلون الناس من عندها. وفيهما في الحديث الذي قبله، وأن الأمر ليس مقصورا على الأقارب، بل هو شامل لكل المؤمنين، لكل الناس. ومما يجدر التنبيه عليه أن في بعض النسخ من المختصر، خاصة النسخة التي شرحها الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، أنه أضاف قبل الحديثين الأخيرين حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه الإضافة كأنها من الشيخ صديق حسن خان رحمه الله نفسه، كأنه رأى أن الحديث له مناسبة هنا فأعاده، وإلا فقد سبق الحديث وسبق أن شرحته وبينت معنى نفي الهجرة في الحديث. ها؟ إيه؟
ما أخذناه؟ ها؟ لكن سبق أن أخذناه قبل الآن. على كل حال الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه لا هجرة بعد الفتح سبق شرحه وخلاصة ما فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أن المنفية في هذا الحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة بالفتح أصبحت دار إسلام فلا يهاجر منها بل يهاجر إليها، وإلا فالهجرة باقية إلى قيام الساعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وقوله في الحديث الآخر لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، فالهجرة باقية إلى قيام الساعة، سواء الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد الطاعة المعصية إلى بلد الطاعة، أو الانتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة، أو الانتقال من بلد الجهل إلى بلد العلم، كل هذه هجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز أن يكون المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي أن الهجرة التي خص أهلها بلقب المهاجرين وميزوا عن غيرهم كما يقال المهاجرون والأنصار كما أثنى الله تعالى عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الميزة والخصيصة للصحابة للمهاجرين هي لمن هاجر قبل الفتح، كما يدل على ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ولكن جهاد ونية، يعني الجهاد باقي إلى قيام الساعة لا ينسخ، ونية أي أن النية أيضا مما يتعبد به في الأقوال والأفعال إلى قيام الساعة، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم الإمام النفير يعني الخروج إلى غزو في سبيل الله عز وجل على بينة من أمركم وعلى بصيرة تقاتلون تحت راية إسلامية وليست راية جاهلية ولغرض إسلامي وليس لغرض جاهلي، ليس حمية ولا غضب للنفس ولا من أجل الدنيا والمطامع ولا من أجل الدرهم والدينار ولا من أجل الكرسي والسلطان، وإنما من أجل رفع راية الإسلام وتحكيم شريعة الله جل وعلا، فالقيادة راشدة، القيادة راشدة، والغرض من القتال واضح معروف، ليست راية عمية جاهلية، فإذا استنفرتم لمثل هذا فانفروا، فهذه أحد المواضع التي يجب فيها الجهاد على كل إنسان، وهو إذا استنفرهم الإمام، فإذا استنفرهم الإمام وما يسمى بالنفير العام وجب على كل قادر أن يخرج وينفر مع الإمام. والحال الثانية ذكرها بعض أهل العلم والفقه إذا التقى الجيشان وتلاحم الصفان فلا يجوز الفرار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إلى آخر الآيات. والحال الثالثة قال بعضهم هي إذا حاصر العدو أهل بلد فوجب على أهل ذلك البلد دفعه. نقرأ مسلم
آثم له، آثم له، آثم له. آثم له. الحديث متفق عليه، أيضا متفق عليه برواية متعددة، وخلاصته أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس ورهط من الأشعريين، يعني من قومه من الأشعريين من أهل اليمن، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه، يعني يطلبون منه أن يحملهم، أن يعطيهم ما يحملهم عليه في الغزو والجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فحلف ألا يحملهم، وقد صادفوه وهو مغضب صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون، كما أشار إلى ذلك أبو موسى في رواية أخرى. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إبل، فأمر لهم بثلاث ذود، يعني ثلاث من الإبل في الواقع كما في هذه الرواية، في رواية أنها خمس وهي في الصحيح أيضا، وفي رواية أنها ست وهي في الصحيح أيضا، يعني بثلاث أو خمس أو ست من الإبل. فلما أخذوها قال بعضهم البعض إن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملكم ثم أعطاكم هذا، فوالله لا يبارك لكم فيه. فأتوه صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله تعالى حملكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أي أنه إن حلف الإنسان في حالة غضب على شيء أن لا يفعله فكان الخير في فعله، أو حلف على شيء أن يفعله فكان الخير في تركه، فإن الأفضل في حقه عند الله تعالى أن يكفر عن يمينه ويأتي الأمر الذي هو خير وإن كان خلاف قسمه. فإن يحنث في يمينه ويكفر ويأتي الذي هو خير أفضل عند الله عز وجل من أن يصر على يمينه. نعم، قوله رضي الله عنه أعتم أي تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم في السمر والسهر حتى كان وقت العتمة، وهو اشتداد ظلمة الليل، تأخر، وهذا قد يكون أحيانا قد يمتد إلى نصف الليل، كما في حديث عائشة وأبي موسى في إعتام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء إلى قريب من نصف الليل حتى بهار الليل، وفي رواية تهور. فالمهم أنه تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء لأولاده فقدمت له أهله، قدم له أهله العشاء، ووجد الصبية قد ناموا، فكأنه وجد في نفسه فحلف ألا يأكل منه شيئا، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره في مثل هذا الحال أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم، نعم، الحديث متفق عليه، متفق عليه، وفيه كفارة اليمين، وهو كالحديثين السابقين أن الإنسان إذا حلف على شيء لا يفعله وهو خير، فلأن يصر على هذا الحلف الذي قد يكون فيه إثم أو معصية أو مخالفة أو قطعة رحم أو تقصير في حقوق الأهل أعظم إثما عند الله عز وجل من أن يكفر عن يمينه ويأتي الأمر الذي حلف لا يفعله،
أي أن الأفضل في حقه وربما يكون الواجب في حقه أيضا أن يكفر عن يمينه ويأتي الأمر الذي هو خير. وأما الكفارة التي فرض الله عز وجل فهي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهي على مرتبتين: المرتبة الأولى التخير، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تأخذ من هذه الأشياء 3 ما تريد، فإن لم تجد شيئا من ذلك انتقلت إلى البدل وهو صيام 3 أيام، ولا بد من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لا يجزي أن يدفع ذلك إلى واحد ولو كان المقدار هو نفسه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله ذكر الحديث السابق في استقبال الغزاة وقدوم النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع واستقبال الصبيان له، ثم أتبعه بحديث أنس رضي الله عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أردف صفية بنت حيي وراءه. وذكر عسفان في هذا الحديث وهم كما ذكره الدمياطي وغيره، فإن عسفان مكان على مرحلتين من مكة، وإنما كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، كان قدومه صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر، وهي الغزوة التي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب وهو سيد يهود، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وتزوجها، وكان من خبرها أنها رأت في نومها أن القمر قد سقط في حجرها، فأخبرت والدها بذلك فقال: إنك تريدين أن تنكحي هذا الذي يدعي أنه نبي، يعني فسر لها الرؤيا، لكنه أولها على أنها تدعي ما لم ترى في منامها من رؤية القمر يسقط في حجرها، فهكذا حدث، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأردفها وراءه صرع النبي صلى الله عليه وسلم وصرعت معه، صرعا جميعا، عثرت راحلته فسقط منها جميعا. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركضون، ومنهم أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا رسول الله جعلني الله فداءك، جعلني الله فداءك. وهذه كلمة يقولها العرب وغيرهم يقصدون منها ما هو ظاهر من معناها، أن الواحد يفدي من يحب بنفسه، يعني يتمنى أن يكون ما أصابه وقع به هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد يقول أحدهم: نفسي دون نفسك، وكما قال زيد وخبيب رضي الله عنهما لما قالوا: هل تحب أن محمدا مكانك وأنك عند أهلك؟ فقال: والله ما أحب أني عند أهلي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. فكانوا يفدونه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم، وكما قالوا له عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بأن عبدا خير بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبينما عند الله تعالى فاختار ما عنده، فقالوا: يا رسول الله، قال أبو بكر: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي طلحة: عليك المرأة، يعني اذهب إلى المرأة وهي صفية فاحفظها وتولى أمرها. فكان اهتمامه وعنايته صلى الله عليه وسلم بها مدعاة إلى أن يأمر
أبا طلحة بأن يلتفت إليها، فألقى أبو طلحة على وجهه ثوبا، وذلك حتى لا يراها، ومن مبالغته في ذلك لأنه يستطيع أن يغمض عينيه ولا يراها، ويستطيع أن يلتفت ولا يراها، لكن مبالغة منه في ذلك وإظهارا لإعراضه التام عن النظر إليها أو التطلع إليها أو مشاهدة عورتها، فلذلك ألقى أبو طلحة رضي الله عنه على وجهه ثوبا، لأن هذا يقطع كل كلام ويقطع كل احتمال. ثم جاء إلى المرأة فتولى أمرها وأصلح شأنها، ثم أصلح مركب النبي صلى الله عليه وسلم وأركباهما من جديد على الراحلة، واكتنفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحاطوا به من كل جانب بعد ذلك خوفا عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ظل هكذا حتى اقتربوا من المدينة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: آيبون تائبون عابدون، جاء في زيادة ساجدون، وهي في الصحيح: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. ولم يقول يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. وفي هذا إشارة إلى ما يقوله الإنسان إذا قفل من غزو أو غيره من السفر، وأنه يقول هذا الدعاء الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله آيبون أي راجعون، تائبون عابدون ساجدون، فالمعنى أننا راجعون من سفرنا وراجعون إلى ربنا تائبون إليه من ذنوبنا لربنا حامدون على ما وفق من إكمال عملنا من حج أو عمرة أو غزو أو غيره، والرجوع منه بأمن وسلام. فهذا في بيان ما يقوله الإنسان، وفيه الاحتياط وبعد الإنسان عن كل ما قد يذم به، ويفهم هذا من فعل أبي طلحة رضي الله عنه وإلقائه الثوب على وجهه، وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الحرص على راحته والشفقة عليه صلى الله عليه وسلم وتفديته بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم. ولهذا حدث لهم ما حدث لما صرع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اكتنفوه حتى دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة بالنساء، وأمره في ذلك معروف، ويفهم هاهنا من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: عليك المرأة. نعم. حديث كعب هذا هو جزء من حديثه الطويل في تخلفه وأصحابه عن غزوة تبوك، وقد سبق الحديث. وفي هذا القدر منه أنه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين قبل أن يجلس، وذلك ضحى، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مقدمه من غزوة تبوك، ولهذا جاءه كعب رضي الله عنه وهو في المسجد كما هو معلوم من خبره في حديثه الطويل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تخلفه، فأجاب بجوابه المعروف. وفي الحديث مشروعية صلاة ركعتين إذا قدم الإنسان من سفر، والظاهر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن هذه سنة، لأن هذا تعريف السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله وتكرر منه ذلك. وقال بعضهم إن صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد كانت حتى يأتيه الناس فيسلمون عليه ليدفع المشقة عنه صلى الله عليه وسلم وعنهم بذلك، والأظهر والأقرب أن هذه سنة تفعل للمسافر، أنه إذا قدم المدينة استحب له أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين.
نعم. لا ما يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، بل إذا قدم من سفر سواء في الضحى أو في غيره، اللهم إلا أن يكون في وقت النهي، فهذا موضع نظر وتأمل، لأنه إن قلنا إن هذه من صلاة الأسباب فعلت في كل وقت، وإن لم يقل بذلك فإنه يتجه ألا يفعلها الإنسان إن قدم في وقت نهي، وهذا هو الأشهر. نعم. وإذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد. يعني لا، هو هذا ليس مقيدا، قول ضحى هذا ليس بالتقييد، فلو قدم ظهرا أو عصرا فإنه يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، أما بالليل فنعم كان لا يطرق أهله ليلا. نعم. نعم. حديث عمر رضي الله عنه فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نورت ما تركنا صدقة، وهذا ثابت قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورت ما تركنا صدقة، وفي رواية: ما تركناه فهو صدقة. وهذا يقطع كل احتمال في فهم الحديث ومعناه، فإن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يورثون من بعدهم، لا يورث ما تركوا من بعدهم من مال أو متاع، بل ما تركوا من ذلك فهو صدقة، وإنما ميراثهم العلم والدعوة التي يرثها من بعدهم العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. هذا معنى الحديث. وكان النبي صلى الله عليه ولذلك لم يعهد ولم ينقل أن أحدا ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، ولا أعطوا فاطمة من ميراثه صلى الله عليه وسلم في فدك ولا خيبر ولا غيرها شيئا أبدا حتى ماتت رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذا المال الذي أفاء الله تعالى عليه فينفق على أهله نفقة سنة، وسبق ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من خيبر ومن غيرها قدر ما يكفي أهله لمدة سنة كاملة، ثم يجعل ما بقي، يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، أي أنه صلى الله عليه وسلم يجعل ما بقي من ذلك في مصالح المسلمين العامة عدة في سبيل الله، في الكراع والسلاح وغيرها من المصالح العامة التي تتعلق بالأمة لا تختص بأحد معين، فهذا مجعل
ما لله، كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وكما قال عز وجل في الآية الأخرى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فيجعل ما كان لله عز وجل يجعله في المصالح العامة، مثل أمور الجيش ومصالح المسلمين العامة التي يرتفقون وينتفعون بها جميعا. ثم قال: أي عمر رضي الله عنه. وذلك أنه حديث طويل اختصره المصنف، وقد ساقه البخاري بتمامه في مواضع، وهو يتضمن خلافا بين علي والعباس رضي الله عنهما في ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء إلى عمر وهما مغضبان ليحكم بينهما، فسأل عمر من حضر من الصحابة: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: اللهم نعم. فأقروه على ذلك، وكان في المجلس وجوه الصحابة كعلي رضي الله عنه والعباس وهما المختصمان، وعثمان بن عفان والزبير وسعد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان على ملأ ومشهد ومحضر من وجوه الصحابة وكبائهم، فأقر عمر رضي الله عنه على ما ذكر. وقوله ذكر منازعة علي بن عباس وليس الإتيان به من شرطنا، هذا من كلام الزبيدي المختصر، أنه يقول: اختصرنا الحديث ولم نأتي بالصراع والنزاع بين علي والعباس، لأن هذا مما لا يعنينا في هذا المختصر، وإن كان لم يشر إلى شرطه بالتفصيل، إلا أنه اختصار لصحيح البخاري، والحديث طويل وليس فيه متن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ساقه المصنف. نعم. أما بالنسبة لهذه الترجمة الطويلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فعليها تعليقان يسيران. أولهما أن المسلمين عنوا عناية كبيرة بكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من البقاع والأماكن والأعمال والصفات والآلات والأدوات والثياب والحذاء والمركوب من إبل وفرس وخيل ورقيق وغير ذلك من أمواله عليه الصلاة والسلام. وصنفوا في ذلك مصنفات كثيرة يطول منها العجب، من أمتعها وأنفعها وأوسعها كتاب إمتاع الأسماع فيما عرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال والحفدة والمتاع، وهذا الكتاب للمقريزي، وقد طبع منه مجلد واحد وهو كتاب ضخم إمتاع الأسماع، وقد تكلم فيه عما كان للرسول عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم، مثل الثياب والحذاء والدواب والرقيق والخدم والحراس والحجبة والحجامين وغيرهم، وهو كتاب ممتع كعنوانه. وكذلك هناك كتاب آخر عني بهذا الموضوع، وهو كتاب لأحد المتأخرين اسمه التراتيب الإدارية أو نظام الحكومة الإسلامية، وهو للكتاني محمد بن جعفر الكتاني، وقد استفاد كثيرا من كتاب إمتاع الأسماع. وكذلك هناك كتب أخرى عنيت بهذا الموضوع كثيرا متكلمت عنه، وهو موضوع طريف وفيه فوائد، من أهمها
أن الله تعالى قد حفظ لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فاتنا منه قليل ولا كثير، بل لقد عرف الناس أسماء الدواب والشياه والمعزة التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم، وأسماء الخيل وأسماء الحمير التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أسماء عبيده، فضلا عن الأواني التي كان يستخدمها والحراب التي كان يسافر بها. وهذا دلالة على حفظ الله تعالى لسنة وحياة رسوله صلى الله عليه وسلم دقيقها وجليلها. الأمر الثاني في هذه الترجمة أن الصحابة والمسلمين من بعدهم كانوا يتبركون بالآثار الحسية للرسول صلى الله عليه وسلم، كثيابه ونعله وشعره وعرقه عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك من آثاره الحسية، وهذا جائز بلا نكير، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين أن التبرك بهذه الآثار الحسية جائز، مثل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا حلقه أمر أبا طلحة فقسمه بين أصحابه، ومثل التبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نام عند أم سليم أخذت عرقه صلى الله عليه وسلم فجعلته في قارورة وكانت تستشفي به، وكذلك التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام كما رأى ذلك سهل لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يوم الحديبية يوم الحديبية سهيل بن عمرو لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ورأى أنه إذا بصق صلى الله عليه وسلم أو تفل وقع في يد رجل منهم فدلك بها وجهه ورأسه. إذن فالتبرك بالآثار الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، بل هو جائز، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله، لكن ينبغي أن يتفطن إلى أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وطول العهد بذلك ضاعت هذه الآثار فلم يبق منها شيء، فما يتذرع به البعض بذلك فهو باطل، لأن آثاره صلى الله عليه وسلم قد ذهبت. وما يزعمون في تركيا أن هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون شعرة من وراء الزجاج ينظر إليها الناس ويدعون أنها شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة تحتاج إلى دليل، ولا شك أن ثبوت أن هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم أن إثباتها هو أبعد مما بين السماء والأرض، فأنى لهم أن يثبتوا أن هذه الشعرة هي شعرته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال في بردته عليه الصلاة والسلام ونعله وسيفه التي يحفظونها في متاحف عندهم ويرونها الزوار ويزعمون أنها من آثاره عليه الصلاة والسلام، هذا من وجه. ومن وجه آخر فإنه اليوم بعدما غلب على الناس الجهل وعم فيهم الشرك وانتهوا إلى كثير من التجريد وعبادة الماديات أصبح الخطر في ذلك عظيما والخطب فيه جسيما، فاستدعى الأمر أنه حتى لو وجد شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم لكانت الحكمة والمصلحة واتباع شرعه وهديه صلى الله عليه وسلم أن يتخلى عن ذلك كله ويترك لما يفضي إليه من مفسدة عبادة غير الله عز وجل. أما تمسح الناس بقبره صلى الله عليه وسلم ومنبره وما أشبه ذلك فهذه لا شك من البدع العظيمة التي لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا من علماء المسلمين الثقات، فإن هذا من عبادة الجمادات والتقرب منها فإنها ليس لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل ولا له بها صلى الله عليه وسلم شأن. فهذا ما يتعلق بالترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. اقرأ محمد اقرأ. Thank you.
نعم، في حديث أنس هذا رضي الله عنه أنه أخرج عليني جرداوين، والجرداوين تثنية جرداء، وهي تطلق على أحد معنيين، إما النعل البالي المتآكل، وإما النعل الذي ليس فيه شعر، ولعله بلي فزال شعره، لعل هذا النعل بلي من كثرة الاستعمال وطول الوقت فزال شعره. لهما قبالان، وهذا تثنية قبال، والقبال هو الجلد الذي يكون بين الأصابع، كما نجد الآن أن الأصبع الكبير يكون له مدخل خاص في النعل وبقية الأصابع خارجها، فهذا الذي يكون بينهما يسمى قبالا، قبال النعل. لهما قبالان، فأخبرهما أنها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة أيضا إلى أنها لم تقسم، لأنها كانت عند أنس رضي الله عنه وأرضاه، ولو قسم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكان عند ورثته. نعم، نقرأ في مسلم. بركة.
سكت. الحديث الأول حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، وهو حديث جليل متفق على إخراجه، يتعلق بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفيه تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على أصول المسائل ورؤوس المحرمات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس باتقائها واجتنابها، وحذر من فعلها، وذلك في تحريم الأنفس والدماء والأعراض والأموال، وتحذير الناس من ارتكاب ما حرم الله عز وجل من قتال بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأمره لهم صلى الله عليه وسلم بأن يبلغوا ما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم، فرب مبلغ أوعى له من بعض من سمعه، يعني رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما جاء في الرواية الأخرى. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر معروفة مشهورة، وقد رواها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف فيها العلماء مصنفات خاصة وعنوا بشرحها وبيان ما فيها من الأحكام. والشاهد منها لهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لما سألهم أي شهر هذا فسكتوا حتى ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم، فقالوا الله ورسوله أعلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سوف يسمي بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. ثم سألهم عن اليوم فسكت حتى ظنوا، قالوا الله ورسوله أعلم، سكت حتى ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم سألهم عن البلدة، البلد ما اسمه؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظنوا أن سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلدة؟ يعني هذا أحد أسماء مكة المكرمة، تسمى البلدة وتسمى البلد كما قال الله عز وجل وهذا البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد، فهذه أحد أسماء مكة ولها أسماء كثيرة جدا بعضها في القرآن الكريم. قالوا بلى، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما ترجعون بعدي ضلالا، وفي رواية كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني بسبب الخلاف على أمر من الأمور يتقاتل المسلمون ويقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، ووصف ذلك بالكفر لأن هذا من أعمال الكافرين وإن لم يكن فاعله كافرا ما لم يستحل ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أول حديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 الحرم، فالمعنى أن قريشا كانت تستخدم النسيئة في الجاهلية، كانت تستخدم النسيء، يعني يؤجلون الأشهر الحرم ويؤجلون الحج أحيانا بحسب الحاجة، فلذلك اضطربت الأشهر عندهم واختلف الأمر، فلا يدرى هل وافق حج النبي صلى الله عليه وسلم شهر ذي الحجة أم غيره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان قد استدار كهيئته وأن حجته صلى الله عليه وسلم في تلك السنة قد وافقت أن الحج انتهى إلى الشهر الذي شرعه الله تعالى فيه، بعدما زحزحته قريش شهرا فشهرا فشهرا حتى انتهى إلى شهر ذي الحجة الذي يشرع فيه الحج فعلا. وذكر الأشهر الحرم الأربعة منها 3 متواليات كما تقول العرب، 3 سرد وواحد فرد، فأما السرد فهي ذو القعدة لأن الناس كانوا يقعدون فيه عن القتال، وذو الحجة والمحرم الذي يحرم فيه القتال، وأما الفرد فهو الشهر المنفرد وهو رجب
رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وإنما نسب لمضر لأنهم أكثر العرب تحريما له. والحديث الذي بعده هو أيضا متفق عليه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فقد أخرجه البخاري في صحيح في كتاب الرقاق، وفيه عظم شأن الدماء، وقوله في الدماء يشمل القتل بالدرجة الأولى، أن الله عز وجل أول ما يقضي بين الناس يعني من الحقوق المتعلقة بالخلق فيما بينهم بالدماء، أي قتل بعضهم بعضا وسفك بعضهم لدم بعض. وهذا لا ينافي أنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، لأن الصلاة من الأعمال المتعلقة بشأن العبد مع ربه، وأما القتل فهو من الأعمال المتعلقة بحقوق العبيد بعضهم على بعض، فهي أقدم من الأموال وأقدم من الأعراض وأهم منها لا شك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لازلنا في مختارات من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية، وقد أنهينا المختارات من الجزء الأول، ونبدأ في الجزء الثاني. وهذه المختارات في هذا الجزء ليست بالكثيرة، وقد رأيت حذف بعضها أيضا حتى نستطيع أن نسير في بعض الكتب الأخرى المهمة والموضوعات الأخرى أيضا التي قد نحتاج إلى طرحها في مثل هذا الوقت القصير. فمن المختارات المهمة في صفحة 23 من الجزء الثاني، ذكر المصنف رحمه الله فصلا طويلا مفيدا في أسباب شرح الصدور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل على الكمال من شرح الصدر، وذكر من هذه الأسباب التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، وذكر منها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب. ثم قال في ضمن الشجاعة، قال: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة من شراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بأسبابها. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب،
تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، إلى آخر ما قال رحمه الله. وفي صفحة 105 وهو يسرد حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فائدة لغوية جانبية. قال: العرب إذا اجتمعت الأيام والليالي في التاريخ غلبت لفظ الليالي، لأنها أول الشهر وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي ومرادها الأيام. وفي صفحة 111 ذكر كلاما عن الحجاج بن أرطاه والمقالات فيه، ثم قال يعني خلاصة رأيه في ذلك أن حديث الحجاج ابن أرطاه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. في صفحة 122 ذكر رحمه الله بعد أن ذكر من غلطوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته من الأئمة والرواة وغيرهم، قال: غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم 5 طوائف، ثم ذكرها: من قال إنه اعتمر في رجب، ومن قال اعتمر في شوال، ومن قال اعتمر من التنعيم، ومن قال لم يعتمر في حجته أصلا، ومن قال اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج. هؤلاء خمسة أصناف من الناس غلطوا في حج في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل: ووهم في حجه 5 طوائف. الأولى من قالوا حج مفردا، والثاني من قالوا حج متمتعا تمتعا حل من ثم أحرم بعده بالحج، والثالث من قالوا حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا، والرابع من قالوا حج قارنا قرانا طواف له طوافين وسعى له سعيين، والخامس من قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم. ثم قال: غلط في إحرام 5 طوائف وذكرها. الشاهد أنه بعدما ذكر هذا الغلط قال: فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال، وبيان منشأ الغلط والوهم. وهذا يعطينا أيها الإخوة درس مهم من هذا الإمام الجهبذ الفحل في التماس الأعذار لأهل العلم فيما يخطئون فيه من الآراء والأقوال أو الأعمال أيضا، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عنده أولا جرأة وشجاعة على أنه إذا كان الخطأ واضح يقول هذا خطأ، ثم يكون عنده في مقابل ذلك اعتذار، التماس العذر لهذا الإنسان في وقوعه في هذا الخطأ، بحيث لا ينحي عليه باللائمة أو يضع من قدره، وتصبح القضية في ميزاننا كما هي اليوم في ميزان كثير من الناس، إما 100% أو 0. إما أن يكون هذا الإنسان كامل لا يعرف في عيب، فإن وجدوا في عيب أسقطوا قيمته بالكلية بالمرة ولم يروا له فضلا، وهذا خطأ، بل يقال للمصيب أصبت، ويقال للمخطئ بعد أن يتبين خطأه بالدليل الصحيح أخطأت، ثم يلتمس العذر لهذا المخطئ في خطأه. فهو بدأ يلتمس الأعذار، قال: عذر من قال اعتمر في رجب مثلا، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، والحديث متفق عليه، إذن هذا عذر قوي لهم. عذر من قال اعتمر في شوال ما رواه مالك في الموطأ، إلى آخر ما ذكر من الأعذار. ثم قال: فصل في صفحة 127 في أعذار الذين وهموا في صفة حجه. فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجه. ثم قال في صفحة 150 ذكر الذين غلطوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عذرهم أنه سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع، إلى آخر ما ذكر. والمقصود من ذلك يعني الإنسان يمكن أن يراجع المسألة هذه، لكن المقصود الدرس التربوي في التماس العذر للإنسان إذا أخطأ. في صفحة 143 ذكر رحمه الله مسألة أيضا مهمة
للطالب العلم وللداعية، وسبق أنني ذكرتها تفصيلا في هذا الموضع، لكن أيضا أقرأ ما ذكر، وهي أن الإنسان ينبغي له أحيانا أن يترك الأولى إلى ما هو أقل من رغبة في التأليف، تأليف القلوب والموافقة وعدم تفريق الناس. فيقول رحمه الله لما ذكر إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أحرم قارنا، ومع ذلك فإنه تمنى أن كان متمتعا، قال لقائل أن يقول، لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرما، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة، وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هو الأولى في هذه الحال. يعني الشيء المفضول يصبح هو الفاضل إذا كان فيه جمع للكلمة وتأليف للقلوب وموافقة وتحصيل مصالح أخرى، فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي، وفي هذا جمع بين ما فعله وبين وده وبين ما وده وتمناه. في صفحة 147 ذكر فائدة تتعلق بالجرح والتعديل، وهو كلام عن ليث بن أبي سليم بعدما ذكر الأقوال فيه، قال: ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ رتبة الصحة. وهو ذكر أقوال آخرين ضعفوه، لكن هذا رأي الإمام ابن القيم نفسه أن حديثه حسن. في صفحة 183 ذكر فائدة عن الإمام أحمد تدل على عظيم موافقة الإمام أحمد للسنة وحرصه عليها. يقول: لله در الإمام أحمد رحمه الله، إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له: يا أبا عبد الله، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال له الإمام أحمد: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال: يا سلمة، هذا الكلام الآن للإمام أحمد، فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأتركها لقولك؟ في صفحة 187 فائدة مهمة في شروط النسخ، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النسخ يحتاج إلى 4 أمور: يحتاج إلى نصوص أخرى تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مقاومة لها يعني في قوتها، ثم يثبت تأخرها عنها. فأولا لا بد في ادعاء النسخ من وجود شيء نقول إن هذا ناسخ، ثم هذا الناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ أو المدعى نسخه، ثم لا بد أن يكون معارض له بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحمل هذا على حال وهذا على حال، ثم لا بد أن يثبت تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ. وفي صفحة 212 ذكر متى يشرع الاحتياط في العباد، فقال: إن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف يعني اختلاف بين العلماء احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط. فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. في صفحة 242 ذكر فائدة أراها مهمة جدا، قال وهو يتكلم عن المحرم الذي
نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب طيبا؟ قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريح ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة. هذه يجب أن تحفظوها يا أخوان. يقول: وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها إلى آخر ما قال. الشاهد أنه قال: إنما حرم تحريم الوسائل يباح للحاجة ويباح للمصلحة الراجحة. طبعا ومن باب الأولى أنه يباح، لماذا؟ للضرورة. فنقول: ما حرم تحريم الوسائل يباح للضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة. وعلى هذا ينحل إشكالات كثيرة، والقاعدة دي ذكرها ابن القيم في عدة مواضع، ذكرها أيضا في إعلام الموقعين، وذكرها في مواضع أخرى من زاد المعاد. وبالقاعدة هذه يندفع إشكالات كثيرة على بعض الناس الذين تلتبس عليهم الأمور اليوم. مثلا قضية التصوير عند القول بتحريمه، عند من يقول بتحريمه، هو محرم تحريم وسيلة لا تحريم غاية، فهو حينئذ يباح للضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك، كما يصور الإنسان مثلا لاستخراج بطاقة أو رخصة أو شهادة أو لحاجة إلى ذلك ولو لم تصل إلى حد الضرورة، أو لمصلحة راجحة فيها نفع ظاهر يربو ويزيد على المفسدة الموجودة، ففي مثل هذه الحال يفتي العلماء بجواز ذلك. ولذلك تجد مثلا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على رغم أنه يشدد في مسألة التصوير، حتى أنه يقول إنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل صدر بذلك فتوى من هيئة كبار العلماء تقول إن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك فإن الشيخ حفظه الله يجيز التصوير للحاجة والمصلحة فضلا عن الضرورة. وقد سئل عن مسائل عديدة يكون في التصوير فيها مصلحة لنشر الخير أو تعميم بين الناس أو مدافعة الفساد، فقال بأن هذا حسن ولا بأس فيه، وقد سمعت هذا منه بأذني أكثر من مرة. نعم. المحرم تحريم الغاية محرم لذاته، محرم لذاته، مثلا الزنا، فهذا لا يباح بحال من الأحوال. أما المحرم تحريم الوسيلة فهو ما حرم لأنه وسيلة إلى محرم، كالنظر حرم لأنه وسيلة إلى الوقوع في الزنا، فهذا هو المحرم تحريم الوسيلة. في صفحة 249 ذكر حديث أم سلمة في الرمي قبل الفجر، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال الإمام رحمه الله: هذا حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، وهذا الحديث يحتج به بعضهم، والإمام رحمه الله ذكر أنه منكر. في صفحة 294 ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حجه نزل بالخيف، خيف بني كنانة. قال المصنف رحمه الله: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق، اتفاق يعني أنه من غير قصد، على قولين. فقال الطائفة: هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة.
حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوه ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. يعني هذا المكان الخيف هو المكان الذي اجتمعت فيه قريش وكتبوا الصحيفة الجائرة الظالمة التي بموجبها كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في شعب أبي طالب فترة، بل وبنو هاشم وبنو المطلب حتى من غير المسلمين لا يبايعونهم ولا يبتعون منهم ولا يناكحونهم، حتى كان يسمع صياح الأطفال من الجوع في هذا الخيف، يعني نوع من الحصار الاقتصادي للمسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودانت له الجزيرة العربية بإذن الله تعالى أراد أن يظهر شعار الإسلام وعزة الإسلام في المكان الذي ضويق فيه، فنزل في هذا الخيف حيث تقاسموا على الكفر. ولعلنا نترك ما بقي وإن كان ليس بالكثير للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ويحفظ الأخوة بإذن الله تعالى 4 أحاديث من بلوغ المرام. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.